وحبيب أسيدي وفحق لسي محمد يا حبيبي أسيدي ودي الفايدة أستولى سيدي إسماعيل أنا أعطي نزيلا أصلاع النبي عاود تصلي في ربي النبي دادوني لي خشاي واليون بالحق التويم الفايدة حما هادو تدوم غري عطار والناس نغاص صح تنسى هذه الدغرة ضبيب انا يقران يامز الدكتورة الدود يناش هزا يكشم الراديو غد التلفازة يناش ها قاصر من شهر غد التلاف يا حرشا يا عشاب شغور سنتديد غني عشاب اللي انا نايم الدن عاود نايتن انا مدن نايتن غري عشاب يسخسر المال اخذان افلان 60 ريال 60 ريال 60 ريال خسروا عليها الناس 3 مليون 60 ريال واحد سيد كان جيني في الدم والله يرحمه ويوسع عليه كان عنده هنا مريض بالتدخين مشى السويسي بقاو تايكويوه بالشعديك الشيعه ولا كي كيقولوا لها الاشعه وما دار والو رجع واحد السوق توقس بجعجوع تلاقى مع واحد العطار قال له غادي نبيع عليك الدواء ها هو ديه معجن بغيتي تمشي تشري جيتري تقتي بالله ها هو معجن بالعسل الحر الناس يسمنس اسمع السميه ديالي واحد السميه خطيره يسمنس من الله يدور الى يروي السمن حقيقه السيد مشى للدار تعشى مع ولادو بخير وعلى خير شحال باش دا الباكيه داها ب 160 ريال مرونه ملي لحق للدار تعشى بخير مع ولادو مشى للبيت ينعس ضرب جوج معالق من الله يدور بنتو مشات تنعس شافت الضو ما طفاش رجعت عنده اش لقات السيد اللي كلام الله يدور ما بقاش كيدور ناعس لقاوه حتى يشد في الحيط وتا يقول 17 مليون 15 17 مليون 15 كيدور في الحيط كيقرب عنده شي واحد كاين مسعور تينطر جاو عندنا الليل في الوحده ديال الليل جينا لقينا السيد صافي تفليبا صافي كساسي فيلي اوا يا الحوحاج اوا يا الحاج الله يرحمه قرب لعندو واحد السيد وبلا ما راه الملائكه شادي العيا قرب عندو الوالد ديالي شدوا هذا العظم هذا فريد ينزل 15 مليون 17 مليون اوا يا الحاج الرصيدي هنا 17 مليون جبنا الحاج وزين راه كبير في القبيله ومازال حي جبنا الحاج وزين بربيكم في الليل هزيناه جبناه الكورنيط لحقنا ديك الحدوره ديال واد الكلب شد الحاج وزين من البوله قال ورصاه والله حتى لصوق انا قال غيمحيه درناه اللور الله يرحمه يوسع عليه درناه اللور قيدناه جبناه الكورنيط شحال خلص 3 مليون على 160 ريال ديال العشوم اش كيدير كيجيب 2 كيلو ديال الطحين كيحرقو كيولي زميطه كيجيب العسل نتاع السكر نسيطرو كيخلط وهي وكيجيب البزار 6 كيلو ديال البزار ولا كيلو ونص ديال البزار مطحون وتيخلطو باش يكون فيه الحريق بزاف وكيتسوق السوق ويجي يدير النضاد ويوقف حدا الطوموبيل ماشي ديالو ديال ولد الدوم واش غير اجيو هكا البزار لا كاين الكلام تما كيبدا بما قال الله صلوا على رسول الله اذا قال الحق تعالى نعرض الله وعلى من قبل وبلى وزيد معاه حتى تارك الصلاه وتارك الصلاه من كتقولوها الراجل اللي كيصلي 10 ايام وخلى 20 يوم لله هذا كيتكنى بخيل ما عندوش لوجه اللي تقابل مع الحق سبحانه قولوا سبحانه شوف شنو سبحان الله هو دار بزار يبدا ولا وريت لكم هذا تارك الصلاه تخلصوني ولا لا يقول الله يرحم الوالدين والدينا والديكم والدي المسلمين جميع التارك الصلاه وهو الانسان اللي كيسمع سميت محمد ما كيقول صلى الله وعليه وصلوا على رسول الله رانا اخوكم عربي وعاش في بلاد الجيري 17 سنه عام 75 عام المسيره جروا عليا وحيدوا لي المراه وجوا وليدات خرجت انا واللوطو هذا حالي وانا مولاه الطوموبيل والله مش ديالي يا العشوب اللي حررناه في الصحراء يا عار الله الا كنتي تشكى من الكتاف وعندك الركابي فاشلين سبب الروماتيز وهو البرد تقول احمن كرشي يا احمن ظهري اسباب المعده الخبز سخون دوا سخون رميتيها في فمك حرقاتك صيبتيها البدن عندك تمارين الواد تبرد لا امن بالله
المؤمن يامن والكافر يقتبل الحق. صلوا على رسول الله هتبتا صلى عليه وسلم. هالغزال مشى وصلوا على رسول الله. أسباب الدود السين تاني كتكون في الباتامين. الرجل كيجيب الحمشة بتغوي 70 ريال ديال الكرشاجة بهالمرتو طايفة ما طايفاش أرماتها لهم دغام مدغسة بهالبدان. عندك تما الموتور من أجي تحلوها لأمر بالله غادي نعطي لخويا واحد الباكيه ب 40 جبد 80 وحده من عندي فابور بلا اله الا الله محمد رسول الله. وصلوا على رسول الله. ها العشوب ها اللي حرر الناس في الصحراء. وما نكذبش عليك نقول لك جبت لك الدواء من كولونيا ولا من غينيا ولا من ولا من ولا ولا من الميريكان. انا كنعطيك 99 عشبه حبر شانو زريعه الكتان ومخجاجه القلا والبزار الابيض وبوس فولو تاسكره ونجم اللي كانوا في الحجر تسلط والكبار وبو كبار من هذا يتبين سرمان والنوار ديال الحلحال وعروق النجم. وصلوا على رسول الله. ورانا كنبيع ونشري. ها الا كنت تصلي العشر وما تنجمش المغرب وتصلي المغرب ما تنجمش العشاء وتصلي العشاء ما تنجمش الفجر الا ما نهزك من دار الدلو ونحطك في دار العز الله يدني انا. وشكون اللي تكل وشكون اللي تكل وشكون اللي مالو حلال. عندي واحد الباكيه نعطيكم شويه 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 ولا فرقنا بلادو. اعطوني اربعه ديال الناس اللي ما فيهمش الكذوب غادي ندخل محمد ما يكذبش ندخلو خشان عمي بن عيسى. نجيبو عمي بن عيسى نجيبو الحسن خوه ما يكذبش نجيبو الحسين اش باكو ما يكذبش. نحل واحد الباكيه من باكي بين الجد العرفاوي غادي نحل واحد الباكيه من رايح لواحد الباكيه يحل واحد الباكيه من الكبار وبو كبار وغادي يعطيكم بسم الله. الا كانت هو بسيف عليه يصبر اللي بنا بغا يبيع كايلو هو بسم الله شويه 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 حنا كنبغيو الفافور كلهم كيبدو يديهم. عرفتي الا كليتي معلقه ديال البزار وتمشى لك السريكوز في البرما وطلع لك الباخ الكسكاس جيت تسوي التحرير تحرم ولا تحرم.